تحية طيبة أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم إلى نصف ساعة من قناة المغاربية في لندن. في هذه الحلقة سنقف معكم عند أبرز وأهم الأحداث التي ميزت الساحة المغربية خلال هذا الأسبوع، وكان أبرزها الإنزال الكبير الذي نظمه أساتذة التعاقد، وهو المحور الأساس في هذه الحلقة والذي سنناقشه بعد قليل مع ضيفنا من العاصمة المغربية الرباط. في موضوع آخر متعلق بالاحتجاجات، فقد خاض الممرضون احتجاجات للتنديد بالاتفاق الإقصائي مع النقابات كما وصفوه، حيث نظم الممرضون وتقني الصحة بالرباط بحر هذا الأسبوع وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط. وعبر الممرضون وتقني الصحة الذين قدموا من مختلف جهات المغرب عن سخطهم ورفضهم للاتفاق الموقع بين نقابات القطاع ووزارة الصحة بإشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، واعتبر المحتجون أن الاتفاق إقصائي لهم، ورفعوا شعارات تندد بالاتفاق وتنتقد النقابات الموقعة، مؤكدين تشبثهم بحقوقهم ومطالبهم والاحتجاج إلى حين الاستجابة لهم. لنتابع جانبا من هذه الاحتجاجات التي حدثت في العاصمة المغربية الرباط. وقالت النقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة بالمغرب أن الإنزال الوطني هو رد على الاتفاق الإقصائي المجهز على مطالب فئة الممرضين وتقني الصحة البالغ عددهم أزيد من 33 ألف ممرض من أصل 56 ألف موظف بقطاع الصحة بالمغرب. واعتبرت أن مخرجات الاتفاق فيما يخص الممرضين والتقنيين تراجع كبير عن بعض التقدم الحاصل في بعض الملفات، وتنكر لكل تضحيات هذه الفئة التي تقدم 80% من الخدمات الصحية. ويخوض الممرضون وتقني الصحة إنزالا وطنيا بالرباط اليوم وغدا مرفوقا باحتجاجات أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط للتعبير عن رفض الاتفاق بين الوزارة والنقابة والمطالبة بالاستجابة لمطالبهم. اليوم كتجي ردا على الاتفاق الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي ما بين رئيس الحكومة بحضور السيد وزير الصحة وبحضور السيد فوزي القجع الوزير المكلف بالميزانية. هذا الاتفاق الذي لم نوقع عليه نحن كنقابة مستقلة للممرضين، لأنه بكل بساطة لا يستجيب لتطلعات الممرضين وتقني الصحة بالمغرب. اتفاق مهزلة أتى بفتات على عكس ما يتم الترويج له في وسائل الإعلام على أنه اتفاق تاريخي. نحن نعتبره اتفاق مهزلة. مطالب الممرضين وتقني الصحة مطالب لن يتم مناقشتها بالشكل الذي يجب مناقشته. ضحايا المرسوم ديال 2017 منهم اخواننا ممرضين ذوي التكوين سنتين، لم يتم انصافهم في هذا الاتفاق، ذوي ثلاث سنوات الذين كانوا في السلم 10 قبل صدور المرسوم. جينا اليوم باش نوصلوا الصوت ديالنا لوزاره الصحه، حيت وزاره صماء ما كتسمعش، لان ديما المطالب ديالنا كتبقى محطوطه بين الرفوف، وكيجي بنادم كيجي ما عمرو ناظر ولا والو، كتحقق لي انت المطالب ديالو. حنا ديما كنهضروا ديما محطوطه لينا المطالب ديالنا بالرفوف. ما بغينا غير وزير يجي يهضر معنا يتحاور معنا، ماشي نورمالمون. هي هو كان معنا بينه لقاء، ولكن ما كانت غير هضره، كيسني على شي حوايج اللي ماشي هما هادو. دونك حنا بغينا
بغينا غير لجنه، بغينا حنا يهضر معنا زعما يتلاقى معنا الوزير ويكون غير الحوار بيننا، نعرفوا بعدا، يعرف بعدا شنو المشاكل ديالنا، شنو خاصنا، شنو المطالب ديالنا. وكنتمنى هاد الوقفه اليوم تكون سبب لطاوله الحوار، نوصلوا لطاوله الحوار ان شاء الله. تحياتي. في موضوع آخر متعلق بالحريات الصحافة، فالقضاء المغربي يؤيد سجن الراضي الصحفي الراضي 6 سنوات نافذة، ومراسلون بلا حدود تدين هذا الحكم القضائي، حيث قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الخميس الجمعة بسجن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي ب6 سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي التخابر وارتكاب اعتداء جنسي، التهمتين اللتين من فك ينفيهما معتبرا محاكمته محاكمة سياسية. وبذلك تكون محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ورفضت طلب النيابة العامة تشديد العقوبة على الراضي التي طالبت ب10 سنوات سجنا نافذة، كما قضت نفس المحكمة بحبس صحفي آخر هو عماد ستيتو غيابيا بسنة حبسا بينها 6 أشهر نافذة بعدما توبع بصك اتهام متعلق بالمشاركة في الاعتداء الجنسي وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر كما جاء في صك الاتهام. وفي أول رد فعل ضد هذا الحكم قالت منظمة مراسلون بلا حدود بعد أسبوع من الحكم الثقيل والظالم على حد وصفها على الصحفي سليمان الريسوني، العدالة المغربية تقسو مرة أخرى على عمر الراضي وعماد ستيتو. وهذه هي التدوينة التي نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود على صفحتها في تويتر. في أكتوبر 2016 أقرت حكومة عبد الإله بن كيران نظام التعاقد كصيغة بديلة للتوظيف في قطاع التعليم وفقا للقرار المشترك الذي وقعه الوزيران عن التربية الوطنية رشيد بن مختار وعن وزارة المالية محمد بوسعيد، وجعلت منه الحكومة سياسة عمومية للتوظيف. ومنه فإن حزب العدالة والتنمية يتحمل مسؤولية كاملة في تمرير وإقرار هذا القانون، خصوصاً وأن الحكومات السابقة رفضته جملة وتفصيلاً. قبل الأساتذة بالتعاقد فبات العقد شريعة المتعاقدين، لكنهم منوا النفس بمزيد من المكتسبات تساويهم بنظرائهم من الأساتذة الموظفين، فساروا على درب النضال والمطالبة بتسوية وضعيتهم. قطاع التربية الوطنية النفس الجديد. تنزيلاً لورش الجهوية المتقدمة وفي إطار المضي قدماً نحو اللامركزية، انخرط قطاع التربية الوطنية بقوة في هذا الورش من خلال تقوية دور الأكاديميات الجهوية كمؤسسات تتمتع بالاستقلال المادي والإداري. في مارس 2019 تم إسقاط نظام التعاقب في قطاع التربية الوطنية خلال ولاية الوزير الوصي سعيد أمزازي، ليصبح الأساتذة المتعاقدون أطراً في إطار وظيفة عمومية جهوية. أوراق انتخابية مبعثرة بخرجات وتصريحات مثيرة، علق مسؤولون حكوميون عن أزمة التعاقد كونها القضية الأساس الذي سيشتغل عليها الحزب الذي سيقود الحكومة بموجب استحقاقات 2021. كما عبر عن ذلك نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال خلال إحدى خرجاته الإعلامية، ليرد عليه خالد الصمدي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالتعليم والوزير السابق باسم العدالة والتنمية، بأن أزمات التعليم والتعاقد تعود بالأساس لحكومة عباس الفاسي التي أقرت، وإلى الاستقلاليين أصحاب التعريب والسياسات الفاشلة في تسيير المنظومة التعليمية بالبلاد، ليعدو ملف هذه الأزمة ورقة انتخابية يزايد عليها السياسيون والبلاد، غافلين بذلك عن المصالح الفضلى للتلاميذ والأساتذة ومصلحة الوطن التي تسمو عن كل انتماء شخصي أو حزبي. في الموضوع الأساسي لهذه الحلقة أعزائي المشاهدين، الأساتذة المتعاقدون ملف يراوح مكانه منذ 4 سنوات، فقد عاد مئات الأساتذة المتعاقدون إلى الاحتجاج بمدينة الرباط للتنديد باستمرار مخطط التعاقد واستمرار المتابعات في حق زملاء لهم.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أو الذين فرض عليهم التعاقد منذ ما يقارب 4 سنوات احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو خيار دولة لا محيد عنه، جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية كما تقول. وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية إلا أن الوضع ما زال على حاله بين الوزارة والمتعاقدين، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، مما يصعب من مأمورية حل هذا الملف الشائك ويوسع دائرة الرافضين. ويخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا عن العمل منذ يوم الاثنين الماضي ويستمر إلى غاية 6 مارس الجاري، رافضين استمرار المتابعات القضائية في حق زملائهم المتابعين وكذا الاقتطاعات من الأجور. وفرقت القوى بالعاصمة المغربية الرباط تكتلات بشرية كثيفة للأساتذة وحالت دون وصولهم إلى مقر الوزارة ليتفرقوا على شوارع عديدة، فيما اتجه أغلبهم نحو حي المحيط قرب ساحة باب الأحد بالعاصمة المغربية. نتابع جانبا من هذه الاحتجاجات وكذا تصريحات بعض الأساتذة. احنا كما كتشوف الان احنا امام المحكمه الابتدائيه بالرباط في هذا اليوم 3 مارس 2022، نترقب اشنو الحكم اللي غادي يكون بالنسبه لمجموعه من الاساتذه اللي الجلسات ديالهم تناسلت واحد الحد اللي غير معقول وغير مقبول، بل انه البارحه كذلك وكرد فعل ديال الدوله على احتجاجات سلميه ديال الاساتذه اللي مفروض عليهم التعاقد، تم اعتقال مجموعه من الاساتذه اللي راهم مازال في المخافر ديال الشرطه. حنا بهذه المناسبه هذه تنقولوا سواء الاعتقالات الجديده او الاعتقالات القديمه واللي تحولت الى متابعات ماراثونيه، هذا الشيء كله تنقولوا بانه ماشي هو الحل. بدون مراوغات، بدون لف ولا دوران، بدون استعمال مصطلحات فضفاضه لايهام الشعب المغربي بانه بالفعل راه هناك حلول مبتكره الى ما غير ذلك. ان كانت بالفعل هناك حلول مبتكره وجديده في لهذا الملف لما راينا امس البارحه ذلك القمع الاهوج في حق الاساتذه والاستاذات عزل لا يملكون الا حناجرهم لكي يعبروا بصوت واحد بشكل سلمي وحضاري بأنهم يريدون حل واقعي ومعقول لهذا الملف. وفي السياق ذاته قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بتأجيل البث في ملف 45 أستاذا من أطر الأكاديميات إلى غاية 10 مارس الجاري، فيما مددت فترة الحراسة النظرية لمعتقلين آخرين. ولمزيد من الإضاءة حول هذا الملف الشائك أسعد باستضافة الأستاذ عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الأستاذ عبد الغني، بعد الترحيب بك، كما قلت في المقدمة بأن هذا الملف الشائك، ملف الأساتذة المتعاقدين أو الذين فرض عليهم التعاقد، قارب 4 سنوات دون حل، وكلما لاح في الأفق بصيص أمل إلا وأعيد الملف إلى نقطة البداية، إلى نقطة الصفر. أنتم كنقابة تلامسون هذا الملف عن قرب، ماذا يحدث بالضبط؟ طيب، باسم النقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان أحيي القناة ديالكم على الاهتمام ديالها، أحييكم على اهتمامكم بهذا الموضوع الشائك فعلا كما قلتم، موضوع التعاقد في القطاع ديال التعليم. هذا التعاقد هذا اللي خلق واحد الارتباك كبير، خلق ارتباكا كبيرا في المنظومة ديال التعليم لسنوات تتكرر. مع الأسف الشديد هذا اختيار كما جاء في تقديمكم يقدم على أساس أنه من الاختيارات الكبرى للدولة، ونحن من جانبنا كنقابة وإلى جانبنا العديد من القوى الديمقراطية نعتبر أن هذا الاختيار اختيار غلط، هذا اختيار خطأ، الاختيار ديال اختيار التعاقد أو التوظيف بالعقدة في قطاع حساس في قطاع التربية الوطنية، والاختيار ديال التعاقد الوظيفة العلمية ككل، لأنه يظهر أن هذا التعاقد سينفتح على قطاعات حكومية أخرى. هذا الاختيار الخطأ مع الأسف الشديد نؤدي ثمنه اليوم،
اولا يؤدي ثمنه التلاميذ المغاربه العديد من الهدر العديد من هدر الزمن المدرسي، العديد من ساعات العمل، من ايام العمل يتم هدرها بسبب الاضرابات المتكرره. هذا الوضع هذا بالنسبه لنا كنقابه نحمل فيه المسؤوليه، نحمل فيه المسؤوليه الدرجه الاولى للدوله المغربيه والحكومه المغربيه لاختيارهم هذا الاختيار الخطأ، هذا الاختيار الذي رفضه نساء لجان التعليم، رفضناه كنقابه. ولتذكير اخي الكريم اقول لك بان هذا المسلسل ديال مسلسل التعاقد انطلق في 2016 قبل لما كان الحديث فقط عن مشروع مرسوم لتضيف ولتشغيل بالعقوبات القطاع ديال التعليم. النقابه الوطنيه للتعليم التي تنضوي في اطار الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل كان لها موقف انذاك، موقف مركزي للكونفدراليه ككل، المركز ديال النقابيه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في 16 ماي 2016 اصدرنا موقف نرفض فيه مرسوم، لما كان الحديث فقط عن مشروع مرسوم. نعم استاذ الراقي، عفوا عن المقاطعه، انتم كنقابه معكم نقابات اخرى من بينها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي خرج رئيس مجلس المستشارين في لقاء صحفي مع التلفزيون المغربي يقول او يطعن في التنسيقيات، تنسيقيات الاساتذه المتعاقدين. انتم كجسم نقابي يعني ليس لديكم كلمه موحده لمعالجه هذا الملف؟ لا، ليس ضروري ان تكون لنا كلمه موحده، لانه احنا وجودنا هو تعبير على اننا نختلف، وجودنا بشكل متعدد، وهذه خصوصيه في المغرب وعلى الاتحاد. نعتقد في النقابه الوطنيه للتعليم وفي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل ان الاصل هو الاختلاف. احنا لم نوجد لنكون نسخه تلقى الاصل لبعضنا البعض، فسر وجودنا كنقابات متعدده دليل وترجمه على انه هناك اختلاف. نحن نختلف مع هذا الراي الذي عبر عنه الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اللي هو في نفس الوقت رئيس مجلس المستشارين، رئيس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي. نحن نختلف معه جذريا فيما يتعلق بهذا الموقف، ونعتبر أنه هو حر في أن يعبر عن رأيه، ولكن نحن كذلك أحرار في أن نعبر عن رأينا، ونقول أننا نرفض هذا الرأي المعبر عنه من طرف مسؤول كبير. ولكن نبحث عن حل الأستاذ الراقي. الوزارة مصرة على العقدة، والأساتذة مصرون على الإضراب والإنزال. أين يوجد الحل؟ يوجد الحل حول طاولة الحوار. ولكن الوزارة ولكن الوزارة يعني قطعت الشك باليقين وقالت بأنه لا تراجع عن العقدة. لا، أعتقد أن هذا التصريح بهذا الشكل صريح لدى الوزارة لم نسجله من جانبنا. لذلك بالنسبة لنا وفي جميع الأحوال، حتى لو عبرت الوزارة بهذا الشكل الصريح الواضح، فنحن نراهن، نحن كنقابة وكحركة نقابية مناضلة، نراهن على أنه يمكن أن نجد حلولا حول طاولة الحوار، ونؤمن بأنه الحل ليس هو القمع وليس هو الاعتقالات وليس هو المحاكمات وليس هو المتابعات. لعلمك أنه 9 أساتذة قدموا يوم الجمعة 4 مارس، قدموا في حالة اعتقال أمام محكمة الجنايات، وهذه سابقة. الأساتذة سبق أن قدموا أمام محكمة ابتدائية بجنح. اليوم يقدم الأساتذة بتهم الدولة تكيفها والقضاء يكيفها على أنها جنايات، وهذا شيء خطير. من شأنها أن يضيف درجة إضافية للتصعير الموجود في الساحة، وهذه المقاربة كما قلت، المقاربة الأمنية القمعية لن تحل المشكلة. أنتم تنادون بالحوار، عفوا عن المقاطعة أستاذ الراقي. نعم. أنتم تنادون بالحوار، الحوار إلى متى؟ نعم. كما تفضلت في البداية بأن الضحية هم التلاميذ. حوار امتد تقريبا إلى 4 سنوات. نعم. هل سنستمر 4 سنوات أخرى حتى نجد الحل؟ مع كامل الأسف أؤكد لك أن الحوار لم يكن خلال 4 سنوات، الحوار يكاد لم ينطلق بعد. الحوار لم ينطلق في 4 سنوات السابقة، كان هناك حوار صم. نريد حوارا حقيقيا
ليس فيه تسقيف، لا أحد يضع سقفا للحوار، لا أحد في الأطراف، لا الحكومة ولا الحركة النقابية، لا أحد من حقه أن يسقف الحوار. نريد حوارا بدون سقف إذن، ومستعدون لأن نبحث جميعا على حلول. ولما نكون في حوار حقيقي، ولما يطمئن الجميع بأن الحوار فعلا حوار حقيقي، أنا متأكد بأنه ستتوقف هذه سيتوقف هذا الاحتقال، احتقال موجود في الساحة. نعم. والحوار له شروطه اليوم، شروط من شروطه هذا تصفية الأجواء. الآن الأمور أصبحت أصعب منذ اليوم، هذا النهار منذ الجمعة 4 مارس الوضع أصبح معقدا أكثر. لما يحال 9 ديال الأساتذة، 9 أساتذة يحالون على محكمة الجنة الضربة. إذن ما هي الخطوات أستاذ الراقي بخلاف الإضراب والإنزالات ومقاطعة التدريس؟ لا أعتقد أنا أكاد أرى نفسي سأكرر بأنه ليس هناك خيار إلا طاولة الحوار وإلا التعبير عن 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 الإرادة السياسية الحقيقية لمعالجة هذا الملف. إذن هل لمستم استجابة من الحكومة بخصوص الحوار؟ نعم لم أسمع جيدا. هل لمستم استجابة للجلوس إلى طاولة الحوار مع السيد بن موسى؟ لا في هذا الملف لم نلمس هذه الجدية، ولكن العبرة بالخواتيم. نال الوزير استدعانا قبل يومين، استدعانا ليوم 9 مارس. نعم. الأربعاء المقبل، والأربعاء المقبل سنكون مع وزير التربية الوطنية، النقابات الأكثر تمثيلية والنقابات لعلمكم التمثيلية النقابية في المغرب منظمة بالقانون. فالقانون الآن بناء على الانتخابات الأخيرة يحدد 5 نقابات أكثر تمثيلية هي التي لها الحق. نعم. في أن تتحاور مع الوزراء. هذه النقابات 5 استدعيت في اللقاء مع الوزير يوم ومع الأطر ديال الوزارة يوم الأربعاء يوم 9 مارس. أنا ذاك لكل حادث حديث، نحن نراهن على أن الوزارة تحضر أولا بإرادة سياسية حقيقية لحل الملف، لمعالجة هذا الملف وغيره من الملفات. نراهن على أن الوزارة أن تحضر بتصور لأن الوزارة لحد الآن تقدم فقط أنها تريد أن تجمع جميع الأساتذة القدامى والجدد الذين وظفوا بالتعاقد أو الذين لم يوظفوا بالتعاقد. جميع الأساتذة تريد أن تجمعهم في نظام أساسي واحد يشمل الجميع. هذا ما تقوله الوزارة. هل يوم 9 مارس ستحضر معكم يحضر معكم ممثلون عن تنسيقية الأساتذة؟ لا لا لا، في هذا اللقاء لن يحضر. الاتفاق القائم بيننا بين النقابات الأكثر تمثيلية والتنسيقية الأساتذة الذين فرضوا التعاقد، وأنه لما نتقدم في مناقشة النظام الأساسي ولما يكون هناك بعض المنعطفات التي تهم ملف التعاقد، لأن النظام الأساسي لا يهم فقط التعاقد. وعلى الاتحال هذه المسألة هذه لا نتحكم فيها لوحدنا، لابد أن يكون جميع الأطراف لهم الإرادة. نعم. للحضور، وإذا حصل غير ذلك فكل مسؤول عن موقفه وعن رأيه. نعم. سنتابع معكم أكيد أستاذ عبد الغني الراقي هذا الملف الأسبوع المقبل إن شاء الله، بعد أن يكون لكم لقاء مع وزارة التربية والتعليم الأول والرياضة بالمغرب. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية على تواجدك معنا لمناقشة وملامسة هذا الملف الشائك، ملف الأساتذة المتعاقدين في المغرب. شكرا جزيلا لكم. مرحبا، وشكرا لكم كذلك أنتم على اهتمامكم بهذا الموضوع، هذا الموضوع المغربي الخاص. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من نصف ساعة، والتي تطرقنا فيها إلى مجموعة من الملفات التي عرفها المغرب خلال هذا الأسبوع. ألقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.